لا الشات جن مره ما تصلح مره ما تصلح. الرشاش اح ما في كم طلقه فيه. اكسروا الشبكه الاول ليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله، معكم عبد الله او كرمبي 203. اليوم على الحلقه العاشره من لعبه 7 days today تحديث 2024. طبعا اذا صرت اول مره تشوف المقطع انصحك تتابع من البدايه عشان تفهم موضوع اللعبه. وحنا اليوم السابع، يعني اليوم ليله دمويه وتثبت اللي انجزناه خلال السبع ايام الاولى. اذا ما تابعتها من البدايه رح لقائمه التشغيل، هنا هي رساله تجيك على قائمه التشغيل، او رح لقوائم التشغيل وشوف الصوره هذه قدامك، ابحث عن قائمه التشغيل. المهم مشاهده ممتعه، لا تنسى اللايك، واذا ما انت مشترك اشترك. يلا نبدا. طبعا يا شباب الحلقه اللي فاتت رحت استكشف بيوت واحاول احل مشكله الجوع اللي عندي، لكن للاسف ما لقيت اي حل. الحل اني اسوي بيض مسلوق، حتى ما راح الجوع، اكلت يمكن 5 بيضات ما راح الجوع لحد الان، وباقي بيض يطبخ هنا. ما ادري اذا يمدي، الليله الدمويه تبدا 22، ما ادري اذا يمديني ولا لا. المهم فيه تجهيزات وفيه اشياء خربت مره. الطلقات عندي 73 طلقه حقت الرشاشه، وعندي طلقات الشدقن ما اخذت طلقات شدقن الا موجوده معي 36، وطلقات مسدس معي 144، وعندي مسدس، هذا المسدس حق البايب، وهذا للاسف خرب. لكن الحين نشوف البيت، نشيك على البيت. وكان من المفترض اني اقرا تعليقاتكم واستفساراتكم، لكن للاسف اليوم ضغط مثل ما تشوفون الليله الدمويه، اني راح اعرضه باذن الله. واي استفسارات ادخل على الديسكورد، في احد التعليقات يبي يستفسر، كاتب يا ابو كرمبيت، ابو كرمبيت نبي شرح عن شو اسمه، والله نسيت تعليقه وش اسمه، يعني التطويرات هذه او المهارات، يبي التطويرات هذه. هذه ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه راح اتكلم عنه، بحاول اذا ما نسيت ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه بتكلم عنه. وبرضه بدخل ديسكورد، عندنا تحفه نادره اسمه مخلص، يعرف اللعبه كلها، يعرف لك حتى اللي تحت الارض باللعبه يعرف. احس ما ادري هي تمشي الليله ولا مثل النكبات اللي صارت قبل، والله ما متاكد، الله يستر. ان شاء الله نتعدي على خير. المهم الشباب انا افكر اني احفر حفره هنا، لانه المشكله الشرطي اللي يجي بالليله الدمويه ما يمديني اتغيب عنه، ما يمديني اتحرك، لازم احط لي حفره بسيطه كذا ادخل اذا صار شيء ولا شيء، ادخل على طول واطلع كذا يمديني. حلو يمديني اطلع، بس والله فيه نكبه، يعني لو تقدر استمنى عندي اتوهى. الرعد، انا خايف من هالحين. طيب اتمنى انه ممتاز. طبعا حطيت الباب هذا اول، قلت يمكن لا يدخل احد، بس بعدين حطيت السقف هذا عشان ما يرقون على بعض، وان شاء الله باذن الله انه تعدي على خير، انه تعدي على خير الليله الدمويه هذه، الله يستر منه. ما شاء الله تشوفون الشجر طلع، واغلب الشجر موجود انا زارعه بيدي، اجمع البذور واحط شجر، هنا في شجر ما خلص حد الان، يعني توه، يعني الخشب، يعني خلاص مشكلة الخشب، ما عندي أي مشاكل مع الخشب، بس مش المشكلة الوحيدة عندي الجوع، يعني ما يمديني أسوي أكل صح. حتى الصيد لو أبي أصيد حيوانات، شوف ما يمديني أسوي إلا هذا، هذا ما يأكل عيش، ما يسوي شيء، ما أدري كم يعطيني، والله نسيت وش يعطيني من، والله ما أدري شلون، أظنه ما يعطيني يعني زيادة، بس علينا بالبيض وشوف ستامينا تعبان، لأن الجوع فل عندي. خلونا اكل بيضتين، الواحدة تعطيني 10، اظن اللحم يعطيني 15 الظاهر، خلوني احاول اشوف كم يعطيني، بس ما يمديه يخلص بالوقت الحالي ما يمديه. طيب خلونا نسوي ثنتين متى ما خلصن، ونرجع هذا وهذا، في اشياء ما احتاجه، هذا البايب يحتاجه، هذا ما احتاجه، سمنت ماني محتاجه بالوقت الحالي، وخلص. المشكلة الحين بعد الثانية ان الاسهم ما معي ريش، ما معي الا 39 سهم. طيب ناخذ البيض الباقي ويلا خلونا نروح نتجهز ونستعد لهم. يلا اول ما تبدا خفت اني اطيح على سبايك، يعني بداية طيبة. حلو الجوع راح. يلا مالي الا انتظرهم واشوفكم اول ما تبدا الليلة الدموية. يلا الله يستر، الحين بقى 8 ثواني ويبدا اول هجوم من الليلة الدموية.
نين يبون يهجمون، هل اتكي فوق ولا ادخل تحت افضل؟ والله اه يرسل، من يرسل؟ اوقف شوي اشوف. يلا بدت الليله، بدت الليله. يلا منين يبدون الهجوم؟ خلوني اول شيء استخدم السهم، الله يستر فيه لاق بسيط. خلوني ادخل داخل عشان اخاف الطيور، اخاف الطيور تجي ولا شيء. سكر هذه، حلو. وصلوا الاسلاك الشائكه هذه، تعدت ماته. الله يستر منهم. حلو هذه ماته. لا والله ما ماته، هذه حيه، هذه حيه لحد الان. ما ادري النقاط تجيني اذا ماتوا من السبايك ولا لا. ايوه هذا، هذا واحد. اي لا، الله يستر منهم. والله صراحه ماني مطمن، والله الامانه ماني مطمن. دام يعني وصلوا بالسرعه هذه، كانهم وصلوا وتعدلوا السلك الشائكه الحين. حتى الايم عندي فاشل. حلو هذا انتهى. الايم فاشل مع اني ايم على الراس، بس ما ادري ايش السبب، والله ما ادري ايش السبب يا شباب. هذا جاب الصدر اشوه. طيب خلوني اخذ الوضعيه هذه، سنيك يمكن يجي اقوى السهم. نفس الشيء، شوفوا يروحون للجهه المفتوحه. ايوه هذا نشب السلك الشائك. احيا الايم، ضيعت اسهم كلها. طيب وينهم؟ هذا مات. جون دفعه ثانيه، لا باقي هذا. في دفعه جو، اي في دفعه جو من هنا. خلينا نشوف هذا، هذاك الحال وعادي ما عنده اي مشكله، خلوه. هذا راح يموت، مات اصلا. خلونا نركز على هذول صح. الاسهم خلصه، الاسهم خلصه، خلوني اشتغل على مسدس. معي اربع اسهم بس. عشق. طيب ابي اطلع فوق، ما عليه الطيور ما راح تضرني بزياده. الطيور راح اسمع صوته قبل توصل. حلو. يعني بداية حليلة، بداية لحد الآن، بس أخاف نفس بدايتي أول، نفس بداية الليلة الدموية اللي فاتت اللي دخلوا علي. حلو، لحد الآن ما وصل الغرفة، حلو هذه مات. أحح بدوا يكسروه هنا. خلوني أنزل ليكسروا. لأنهم إذا كسروا المنطقة هذيك خلاص ما أقدر حتى أطلع. حلو عشق عشق عشق. حلو هذا مات، ما يحتاج حتى طلقه. ايوه جو مع الجهه الثانيه. لا هذا ما مات لحد الان. فيه مع الجهتين مو مع جهه واحده. بس لا تخافون، يعني اذا خلص مسدس ولا صار له شيء مع الرشاش. هل وضع سنيك ينفع بالمسدس ولا بس السهم؟ يستر. خلص 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 خلص. هنا الزاوية، قربوا مع الزاوية هذه، مع ان توهم جو. حلو. الاغلب ماتوا. كم راح من الوقت؟ ما راح شيء لحد الان. احنا بالساعة الأولى، لا الساعتين، فاتن ساعتين. بدت 22 الحين تكمل 24، الساعة 24. لا 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 لا، عاد وصلت الضرب. لا خلاص وقفوا هنا، وقفوا رجاء. حلو هذه انتهت. الرشاش ما راح استخدمه الا لحد ما يصلون الجدار، خلاص يعني اللي ما قدامهم اي شيء. اذا تجمعوا عند الجدار راح استخدم الرشاش. الوضع حليل لحد الان، الوضع كويس لحد الان. جو مع جهات، اكثر من جهه، جو مع اكثر من جهه.
انتهوا قربوا خلاص جو جو وصل. اي نسيت شيء، انا معي شاتجن بعد برضو، معي شاتجن. لا الشاتجن مره ما تصلح، مره ما تصلح. الرشاش 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 اشتغل. اح ما في كم طلقه فيه. الشنطه ما يمديني عليه للاسف. الله يستر صراحه، تجمعوا على منطقه واحده بس. ان شاء الله تعدي على خير. اسلحتي اوسخ اسلحه، اوسخ اسلحه. عشق ما بقي معي الا 13 طلقه، ما راح تعدي على خير الظاهر. تعال خذ انت دامك لحالك، خلنا نعشق السلاح. اطلع فوق يمكن يتوجهون يغيرون وجهتهم. وين السلم؟ ايوه هذا السلم. يمدين اقرط قنبله من ورا الشبكه الظاهر، ما يمدين. بسم الله، والله الظاهر رحنا خلاص. بس لو كسروا الباب خلاص، ما عندي اي مشكله. اطلع فوق واحتمي فوق. نسيت شيء، انا معي مشروب هنا. يعني انسى، دائما انسى. معي مشروب الظاهر يقوي الطلقات. ايوه تكسر الرشاش بس نقدر نوصل. معي البايب، نجهز وضعي. بس خلص الطلقات. ركزوا على جهه واحده، مشكلتهم ركزوا على جهه واحده. خلني ادخل داخل. اكسروا الشبكه الاول. الله يستر، والله اني شكلي رحت غلطة. ركز على الجهة هذه، قاموا يضربوني انا. طيب لا ما يمدي، خلونا نطلع فوق بس. اتحرى وش يصير، لانهم خلاص بدوا يكسرون. قربوا. اوف لو يمديني ارمي قنبلة بس. معي قنبلة، وينه؟ هذه القنبلة. بس اعتقد انه ما يمدي تتجاوز الشبك، ما تتجاوز الشبك. بس لو ارمي هنا. لا غلط رميته بدون ما. لا ما يمديني حتى فجره. مكسروا الحين خلاص، يعني قربوا يقتحمون. بس خلونا نضيع الوقت. ايوه هذا خرب، حلو. شاتجن البايب، اوسخ سلاح. شو ما جاو شيء مرة. عندي حركة، وليه ما اجيبهم هنا؟ لا الاسلاك الشائكة. نبعدهم على المنطقة هذه شوي، يمكن يجون يمي، يتجهون يمي خلاص، إذا اتجهوا يمي راح تاكلهم سبايك، ياكلهم سبايك. لانهم هم اسمهم مكسر. هنا دخلوا؟ لا ما دخلوا لحد الان. بس في ناس. خليني اجيبهم برا شوي. عشان اجيبهم مع الجهه هذه. لان هذيك الجهه خلاص كسروا.
كان بقى معي 29 طلقة الله يستر. هالعين ساعتين يعني راح أكثر من نص الوقت، بس باقي ساعتين وينتهي الوضع، تزبط الأمور صح. إذا خلاص مش الوقت، لحد الآن وضعنا أوكي، لحد الآن الوضع أوكي. طيب خذي أنت، حلو تعتها، خلاص خلاص انتهى الموضوع هنا. هذا بيكسر، بيكسر العمود اللي هنا. مات، حلو ما بقي شيء، ما بقي شيء. خلوني ادخل داخل، هذا يكسر لحد الان. ايوه تعال تعال جاي، تعال جاي، حلو حلو. لا ابشركم نجحنا، نجحنا ان شاء الله نجحنا. والله هي في غنايم، حلو من هنا سبايك ما جاء واحد، وافضل شيء انه ما اتجهوا للجهة المفتوحة. والطلقات خلصه، بس باقي معي 11 سهم حديد. العن ابليسك، خذ نشبة رقبته، نشب راسه. ايوه الحركة الثانية نفس قبل شوي، تعالوا 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 هنا 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 هنا، الوضع ممتاز. انتهت الطلقات، اعطهم بس سهم. ايوه يلا ما بقي شيء، خلاص بقي ساعة بس، بقي ساعة. تعتعتها، حلو حلو حلو. يلا الاسهم ال11 هذول حديد، هذا لك اول سهم. اح غلط، ليه؟ ايوه كسروا بس ما راح يفيدها، هم كسروا بس ما راح يفيدها، مطلع فوق وخلاص الوضع تمام. عادي عادي، ادخل ادخل ادخل. تعال تعال هنا، تعال تعال الخطة الثانية. ايوه حلو، تعال 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 لا تكسر عندك، تعال هنا تعال هنا. ايوه خلصت الاسهم كلها، ما معي ولا شيء، ما معي الا الشتجن. يلا ما بقي شيء، ما بقي شيء، بقى تقريبا نص ساعة. أبي أذنكم ما يكسرون، يجون يمي على طول، ما يجون. لا ما يصلهم. أيوه تعال تعال هنا 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 هنا. حلو الوضع لحد الآن مستتب، الوضع لحد الآن مستتب. يلا جيبهم هنا ثاني مرة يوم تجمعوا هناك. تعالوا تعالوا هنا 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 هنا، بس ما معي سهم. ايوه تعالوا تعالوا هنا. ايوه ما معي الا الشدقن الوسخ. حلو حلو قربت، خلاص 10 ثواني، 10 ثواني وينتهي كل شيء. حلو خلاص الحين اضمن ليلة دموية ناجحة. هي 4 تخلص الليلة الدموية، اي 4 الساعة 4 خلاص تخلص الليلة الدموية. تعالوا تعالوا هنا، تعالوا هنا، انتهى انتهى الوضع، وضعكم هنا انتهى. تعال من هنا، حلو حلو يا حلو هالصوت. جاء الصبح، هالحين عطهم واحد واحد، كل واحد عطوا حقه من الطلقات. هذا باقي كم واحد؟ انتهت الليل، انتهت الليل، والله انتهت، والله انتهت. ما مات، بقى غيره. انتهت،
والله في ناس اسمع اصوات. ايه هذا 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 المسكين مات. تع 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 مات انتهى. حلو اخيرا اخيرا نجحنا. يلا شوف شوف الغنايم. يا سلام الكتب، احب الكتب. كتب بعد في كتب. كتب كتاب تعلم ما ادري ايش قطعه مود او ما ادري ايش. حلو كتاب هذا وش هذا قريه راح ابيعه. هنا وش في عندنا؟ حلو في كتب، في كتاب وفي طلقات، فيه اشياء ممتازه. حلو كم معنا هالحين؟ طلقات 27 طلقات. هنا في كتاب حلو تعلمناه، وفيه كتاب نفسه بس انه معي بالشنطه. حلو الحين في شنط هنا. احلى ليله دمويه عدت علي بقى السلسله الجديده هذه. يعني الحمد لله يعني اللي انفعل اني حاط جسر هناك، يعني اذا قربوا يدخلون علي رحت هنا واجذبهم المكان ثاني. هذا هذا جاب براسي خطه ثانيه اني اسوي مبنى ثاني او منطقه سبايك ثانيه اخليهم ينجذبون يمه اذا قرب الوضع يتدهور. شوف الغنايم بس. انا مت بدون زومبي. في اكل معهم؟ ما في اكل الظاهر. ها نتعلم الكتب. وش في هنا؟ هذا وش هذا؟ كتاب، وهذا برضو كتاب. هل لازم اصنع المطرقه؟ طيب انا منين اروح لكتاب؟ منين اروح الشنطه هذه؟ مكسر مكسر، وش المشكله؟ حلو في كتاب هنا، والله ما ادري ايش فايدته. هذا بعد مود، كلها مودات اكثره. هنا فيه شنطتين، يا رب القى اسلحه شيء حلو. ما فيه، في طلقات وفي قنابل. حلو عدت الليله الدمويه على خير، عدت على خير. طيب هذا وش كتاب؟ ثاني كتاب اقراه. 146 طلقة مسدس اللي خلصنا قبل شوي، هنا 63. حلو الوضع اوكي. وفلوس، في فلوس 348، ما ادري متى لقيتها فلوس. طيب في شنط ثانية؟ ما في، خلاص. المهم يا شباب الله يعطيكم العافية على المشاهدة، والحمد لله ليلة دموية عدت على خير، وراح نطور اكثر واحاول خلف الكواليس اني اسوي مهمات التاجر. في مهمة هناك 444 متر، راح اروح يمه ان شاء الله واخذ مهمات. خليني اتطور واطلع اسلحه زي الناس. الحين مثل ما تشوفون ما معي شيء. في اكل اكل اكل، يا سلام اكل حلو. وناكل البيض، ناكل البيض. خليني بعد مع مهمات استكشف بيوت اللي حولي، ممكن لعل وعسى القى كتب للطبخ، لان ما بقى شيء، ما بقى شيء واقدر اصنع الوجبات الزينه. المهم لا تنسوا اللايك والاشتراك ونشر المقطع، واسف على الاطاله، ويلا في امان الله.